مهرجان كلش حلو يعني، وحبينا وجود الناس وانه الحدث اكو ناس تحب تقرا وتطلع على هاي السوالف رغم انشغالات الحياه. يعني نتمنى انه نظل كل سنه هيك يسوون هيك شغلات وافكار حلوه، ومن كل المحافظات اذا كان بس ديالى وبغداد وغيرها، نتمنى الكل تساهم بهيج افكار حلوه. الحضور شلون تشوفوه؟ كلش حلو يعني، ويعني مختلف الاعمار همنا وجو، وكلها تحب القراءه يعني، على الرغم من انه عندهم اكيد غير شغلات ملتهين بها، ففرحنا كلش يعني. اقبال الناس بصراحه مهرجان كلش قوي، واقبال قوي همنا، ومثل ما تشوف الناس هوايه، وهاي مو اول مره بمحافظه الديالى هذا الموسم الرابع، وان شاء الله مستمرين. وحتى نوعيه الكتب كلش زينه وعليها اقبال كلش كبير، عندنا طبعات هوايه يعني، احنا وزعنا وكمية الكتب العادية والفارزية من 5000 إلى 6000 كتاب. هالمرة حاولنا نفوكس أكثر على الطفل، حاولنا نفوكس أكثر على المرأة وتمكين المرأة، حاولنا أيضا أن نفوكس على الاهتمام بكتاب المحافظة، الاعتناء بهم، سوينا لهم زاوية توقيع كتاب. المرأة والأطفال لهم جانب كلش كبير، المفوضية عندها كانت ندوة عن تمكين المرأة، والأطفال لهم احنا محضرين لهم مجموعة من المجلات اللي بيها توعية باتجاه المجتمع. المهرجان بالموسم الرابع أكيد أوسع حجم الكتب، عدد الكتب أكبر، طبيعة المقتنين هذا الموسم يختلف عن المواسم الباقية، أعتقد أكو نضج أعلى. نقول إحنا بدايتنا عشنا ثقافة وعشنا القراءة وعشنا الجرايد ومجلات أطفال وها، بس الجيل الجديد انحرم، شبه انحرم من هذه المهرجانات وهذه الثقافات، فالحمد لله نقول ديالة تنهض من جديد بالفكر وبالقراءة.